قبل المداخلات دي كان معايا خبر جميل، خبر من الاخبار اللي بتجمع المصريين اللي بيحبوا بلدهم. الزراعه بتشارك في مبادره حلوه يا بلدي بتوفير شتلات واشجار لتجميل الشوارع، وده كنا بنتكلم عليه دايما، ان احنا ازاي نرجع الشارع المصري لجماله، ازاي يعني مظاهر الخير والجمال تبقى موجوده في الشوارع المصريه. دكتور عصام فايد وزير الزراعه والصحه القاضي اكد على اهميه الدور الذي تقوم به مبادره حلوه يا بلدي في تجميل شوارع وميادين مصر وتنميه المجتمع المحلي والحفاظ على البيئه، معربا عن تمنياته لاستمراريه المبادره على كافه المستويات لنشر الثقافه الخضراء وتجميل البيئه في ربوع مصرنا الحبيبه. ايضا قال وزير الزراعه في بيان له اليوم ان الوزاره حرصت على توفير شتلات للمبادره، وذلك للمساهمة في إنجاحها، مما يساهم بشكل كبير في تنمية وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب وغرز روح المشاركة في العمل الوطني. من جهة أكد الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم توفير شتلات وأشجار لتجميل المدن والشوارع والتنسيق مع المحافظات من أجل الاهتمام الكامل بالتشجير لما له من فوائد متعددة والحد من التلوث المتزايد والتكيف مع التغيرات المناخية. أشار أيضا إلى أن الوزارة قامت بإعادة تأهيل الحدائق النباتية مثل حدائق الأرمان بالجيزة والزهرية والأسماك بالزمالك وحدائق المتحف الزراعي المصري بالدقي، فضلا عن جزيرة النباتات، نظرا لما تحويه هذه الحدائق من كنوز نباتية يجب الحفاظ عليها والعمل على إكسار هذه النباتات عن طريق الأنسجة الخضرية من خلال مركز البحوث الزراعي. المجهود ده بنحترمه احترام كامل وشديد، لكن نفسنا نشوف ان احنا الشتلات اللي احنا بنزرعها دي زي ما هي ليها دور في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث يكون على الاقل ليها مردود اقتصادي ايضا، ان انا يبقى عندي انواع جديدة حتى لو ابتدينا في بعض الاماكن على نطاق ضيق او بسيط في البداية، ان انا يبقى بحافظ على البيئة وفي نفس الوقت انا عندي عائد اقتصادي ليه مردود. وده يعني مطروح امامكم امام السادة المسؤولين، ان احنا ازاي نبتدي نستفيد من المناطق الخضراء اللي بتقوم الدولة بزراعتها، نستفيد منها ازاي. الاستفادة والحفاظ على البيئة مهمة جدا، ان انا احافظ على البيئة واحد من التلوث، لكن عائد اقتصادي بالاضافة الى ذلك. مشكلة اللحوم، الزراعة بتطرح 3900 رأس من العجول الحية بالاسواق لمواجهة غلاء الاسعار، وده آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 2700 رأس من العجول الحية من السودان وأوكرانيا، بالإضافة إلى 1250 رأس من الجمال الحية قادمة من أثيوبيا ذبيح فوري بتطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار. أكد تقرير الخدمات البيطرية أن سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالأسواق التي تم استيرادها عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة خلال الأيام المقبلة، ده بالإضافة لوصول عدد من الشحنات الحيوانية الحية تطرح بالأسواق، ذلك بعد انتهاء اللجان البيطرية من فحص ومتابعة الشحنات الواردة لمصر في بلد المنشأ. وعايزين نطمن كل المستهلكين او نطمن المواطن المصري. متابعه وزاره الزراعه والهيئه العامه للخدمات البيطريه وزاره التموين وجهات كثيره جدا مسؤوله عن صحه المواطن المصري. لو قلنا واتكلمنا عن تلاعب في صحه المواطن المصري في محاولات ومحاولات مستميته، لان ده اسلوب اتعودت عليه فئه معينه من سنوات طويله. لكن مواجهه هذه الفئه وضبط الاسواق الدوله بتقوم بيه الان، والافراد والمواطنين عليهم دور، وكلنا كمصريين لازم نتبنى فكرة الحفاظ على سلامة المواطن، مواجهة كل أنواع الفساد، ولكن بنوع من الإيجابية، إن أنا يبقى عندي رد فعل سليم، إن أنا أبلغ عن أي مشكلة أو أبلغ عن أي مخالفة تمس صحة المواطن المصري، ده دور كلنا لازم نقوم بيه. شكرا لكم وإلى اللقاء.